وزير الشباب والرياضة فيما يتعلق بالاتحاد العام التونسي لشغله هي تصريحات سخيفة صادرة عن شخص سخيف. كان ذلك تعليق بالقسم العياري الأمين العام المساعد لليو جي تي تي على تصريحات طارق ذياب واللي حمل خلالها المسؤولية في الأزمة الاقتصادية في تونس للاتحاد. وزير الشباب والرياضة جاهل شخصية العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل كما تسأل عن دور اليو جي تي تي في عهد بن علي. شكون وزير الشباب والرياضة؟ في الوحدة اللي قبل ذي ما سمعت يكون جملة. الاتحاد ما يردش على هذه السخافات. نحن ما نردش على كل سخيف ليس له علاقة لا بالشأن العام ولا بالشأن النقابي، وماضيه يدل على ذلك. بالتالي الاتحاد ما يهبطش لهذا.